هو الآخر يطمح للنقاط الثلاث. خطير، جول جول، دوي تشوب يسجل الهدف الأول لخيخون، يسجل مع مرور الدقيقة 13 هدف خيخون الأول. كرة متبادلة جميلة جدا جميلة بين الثنائي خيخون، راح الكرواتي دوي تشوب وسجل الأول. هنا الكرة، لاحظ التمريرة الرائعة جميلة جدا خلف المدافعين، تشوب يسجل الأول. 1-0، يتفوق خيخون في ملعبه في المولينون، يتفوق خيخون. ذكرت أن 8 مباريات الأخيرة في هذا الملعب خيخون لا يسجل في مرمى مدريد بشكل متتالي، اليوم يسجل، اليوم يسجل هدف لدوي تشوب. وردة فعل بطيئة من جر دانيلو، لعب كرة لخامس ثم لي، ممتازة في هذا المكان، اسكو يحاول مر اسكو، تقدم، الله الله على اسكو، كيف مر في الكرة البادية، كيف مر وصوب وسجل هدف تعادل لمدريد. لم ينتظر كثيرا الريال، يعود بسرعة اسكو ويسجل التعادل بالقدم اليسرى، مر وصوب وسجل هدف التعادل. لاحظ الكرة، لاحظ المرور الرائع، يا سلام على المهارة في هذا المكان والتصويبة القوية، وهدف جميل. صعبة جدا، صعبة والله، لو 2 حراس أو 3 حراس في المرمى لا يمكن أن يتصدوا لكرة إسكو بهذه الثقة. كيكو كاسيا في مرماه، بينما كرة عند بابين، رأسية من بابين، وهدف ثاني، على راس بامين. هنا الكرة راحت مباشرة، ميكيل فيزجا هو من سجل، ميكيل الذي صنع كرة الهدف الأول هو من يسجل الثاني. نعم، صنع الأول وسجل الثاني، كيكو كاسيا في مهب الريح. هنا كرة راحت خلف كاسيا وفي المرمى مباشرة في إسكو، ينقل كرة لدانيلو، يتقدم إلى الأمام دانيلو، عرضية من دانيلو، موراتا يسجل، موراتا ينتظر هذه الكرة، ينتظر هذه العرضية مباشرة على يسار بيتشوكوير، يسجل التعادل. ما حل في الكرات الراسية، ما لا حل في الكرات الراسية، يرتقي وبابين في مهب الريح المرة، بابين لم يستطع أن يغطي موراتا، راسية موراتا مباشرة على التغطية موجودة، قطعت قطعت وعادت مرة أخرى من جانب مارسيلو، يفتك الكرة ويعود، ينطلق في كرة إلى الأمام، يبحث عن التمرير لإسكو في المكان الضيق، يصعد، الله الله الله، هدف ثالث لمدريد، غير معقول، غير معقول. إسكو ماذا يفعل، ماذا يفعل في مباراة اليوم؟ الله، قوية وصعبة على يمين بيتشوكوير، هدف ثالث للمرينجي، هدف ثالث. كنت أقول أن إسكو عليه